وللحديث عن المسيرات الأمريكية التي تجوب أجواء العراق فوق معسكرات الميليشيات في العراق من غير أي موقف من قبل الإطار التنسيقي، معنا عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عبد القادر مرحبا بكم. يعني مسيرات في سماء العراق فوق معسكرات الميليشيات التي كانت تهدد القوات الأمريكية ورفعت شعارات تلو الشعارات، ماذا يعني ذلك؟ أهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام. يعني أنهم بالفعل أمة الجبناء، ولذلك حقيقة يوم أن قتل آخر مسؤوليهم أبو باقر الصحفي خرست ألسنتهم ثم توقفت صواريخهم وادعاءهم بالمقاومة، وهذا ما يؤكد تماما على أن ما جرى هو جبن وحقيقة هروب، وهذه حقيقتهم التي نحن نعرفها وقلناها منذ اللحظة الأولى. قلنا أنهم يتاجرون بهذا الاسم الكبير، اسم المقاومة، وبالتالي هذا فرق ما بين المقاولين الذين يستأجرون من قبل دول إقليمية كإيران لصناعة بعض الأحداث التي تقرب نقتها على طاولة التفاوضات ضمن التخادم الأمريكي الإيراني، وما بين المقاومة العراقية التي أذاقت الجيش الأمريكي الويل والثبور ولم تتراجع إلا أن تعاون على يعني تحجيمها إيران والسلطات الحكومية وهذه الميليشيات، وفضلا عن دول كثيرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الرسالة الأبرز على أن الطيران المسير الأمريكي فوق الأجواء العراقية يؤكد على أن العراق في ذكراه وهو مقبل على بداية الغزو الأمريكي أو ذكرى 21 للغزو الأمريكي على العراق، أنه لا زال تحت الوصاية وتحت الاحتلال، وأن السماء هي سماء محتلة من قبل الطيران الأمريكي. إذن العراق لا يزال محتلا أستاذ عبد القادر النايل، بالنظر إلى هذه المعطيات، في المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة داعش إيان مكاري قال في تصريح له أنه ليس هناك أي خطة حاليا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ولكن بين الفينة والأخرى يظهر مسؤولون في الإطار التنسيقي يقولون أن الوجود الأمريكي العسكري، يعني لا يوجد أي وجود عسكري أمريكي، وهناك مطالبات بخروج القوات الأمريكية من العراق. يعني هنا هل الإطار التنسيقي يعمل في إطار الإرادة الأمريكية أم أنه فقط مجرد تصريحات إعلامية؟ أولا هنا أؤكد عبر قناتكم أن عديد القوات الأمريكية في العراق وحدها تجاوز 10,000 جندي مقاتل في القواعد المعلومة، وبالتالي العراق فيه قوات قتالية أمريكية ضمن قواعد الاحتلال، وبالتالي كل تصريحاتهم هي كاذبة، لأن الاحتلال موجود ومعلن وبشكل واضح وصريح ويمارس عمليات عسكرية داخل العراق. ثانيا هذه التصريحات هي لذر الرماد في العيون، بدليل أن عندما تم عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على إخراج القوات الأمريكية أكثر من 120 نائب من الإطار التنسيقي لم يحضروا، والآن كشفت على أن المالكي من قال لهم لا تحضرون. إذن هؤلاء حقيقة لماذا يتكلمون إعلاميا؟ والشعب العراقي يكشف ويعلم تماما وهو واعي أنهم هم مع بقاء الاحتلال الأمريكي، لأن من لم يحضر جلسة التصويت كما هم يقولون دائما، من لم يحضر جلسة التصويت ومع بقاء الاحتلال، وال120 نائب من الإطار التنسيقي لم يحضر. لذلك حقيقة الإطار التنسيقي هو يعلم تماما أن رحيل القوات الأمريكية من العراق هو رحيله عن الحكم، وبالتالي هذا الرحيل يعني أن هناك فض للشراكة الأمريكية الإيرانية المتخادمة في العراق على تدميره. طيب أستاذ عبد القادر، في هذا الصدد إذا كانت أمريكا أو الولايات المتحدة تريد فعلا إنهاء النفوذ الإيراني في العراق، لماذا لا تتخذ خطوات فعلية على الأرض لقطع هذا النفوذ؟ أم أن هناك ربما يعني تخادما أمريكيا إيرانيا إلى الآن هو ساري في العراق؟ يعني كيف تنظر إلى يعني العلاقة
علاقة واشنطن بميليشيا حزب الله في العراق بالميليشيات الولائية التابعة لإيران في العراق؟ الكل يعلم أن إيران تعاونت على احتلال العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هناك اجتماعات منذ 2003، أي قبل الغزو الأمريكي في 2003. يعني 2002 كانت اجتماعات كبيرة، وبالتالي قاد أحمد الشلبي اتفاقا ما بين المخابرات الأمريكية والحرس الثوري الإيراني، وقاسم سليماني موجود منذ 2003 وقد اعترفوا بالعملية السياسية تحت رعاية الاحتلال، بل دفعوا كل عناصرهم الذي كانت تقاتل مع الجيش الإيراني إلى المشاركة في مجلس الحكومة، وهذا جزء من اتفاق أمريكي إيراني. وأبطحي نائب رئيس الإيراني قالها علانية، لولا إيران لما سقطت بغداد وكابل. بالتأكيد التعاون الأمريكي مستمر منذ 21 عام، نحن سندخل في العام 21، يعني تفصلنا شهر عن احتلال العراق ليكون 21 عاما على الاحتلال. هذا التخادم قد رآه العراقيين أمام أعينهم، فهم شركاء في تدمير العراق، شركاء في المحافظة والدفاع عن عملية سياسية هم صنعوها من أدواتهم. وبالتالي التمدد الإيراني في المنطقة هل يحدث لولا القبول الأمريكي والدعم الحقيقي وغض النظر الأمريكي؟ الجواب كلا، لأن إيران ليست دولة قوية يمكن لها أن تتمدد بهكذا إطار لولا أن تسمح لها أمريكا، لأن أمريكا تريد إثارة الورقة الطائفية التي تعتمد عليها إيران في تدمير سوريا والعراق ولبنان. وبالتالي وحدة الساحات التي أعلنت عنها إيران هي فقط تجاوزت الخطوط الحمراء، وهذه الخطوط يأتي تأقليم أظافرها عبر اغتيالات محدودة في سوريا والعراق، وإلا لا زال التخادم الأمريكي الإيراني موجود على الساحة العراقية بشكل واضح وصريح. وأمريكا لو كانت جادة في عملية إنهاء الوجود أو التصدي للوجود الإيراني في العراق أو في المنطقة لفعلت الشعب العراقي، لتعاونت مع قوى عراقية، لفسحت المجال للعراقيين هم أنفسهم دون أن يطلبوا العون من أمريكا. الأمر على ما يبدو أنه يعني مشابه لفكرة السماح الأمريكي للإطار التنسيقي بجعل إيران تستفيد اقتصاديا من العراق، من السوق العراقية الهائلة الضخمة، أكبر سوق في المنطقة، من استفادة إيران بالهروب من العقوبات الاقتصادية عن طريق ما تسميه الساحة الخلفية الاقتصادية المربحة من خلال تصدير الطاقة، تصدير الغاز. يعني أليس هذا يشبه ذاك؟ يعني إذا كانت أمريكا جادة بقطع النفوذ الإيراني، يعني من باب هي تروج للحوثيين أنهم يستهدفون الممرات المائية، وأيضا تروج للميليشيات أنها تستهدف قوات أمريكية، في حين أنها مستمرة بالسماح لإيران بالهروب من العقوبات الاقتصادية عبر العراق. هذا دليل آخر ما ذكرته على أن أمريكا لا زالت تريد بقاء إيران كبعبع في المنطقة، بدليل أنه هناك أكثر من 20 مليار دولار حجم الديون الإيرانية سنويا تتقاضاها من العراق بسبب تجارتها أو تصدير النفط، الغاز الوهمي أو الكهرباء الوهمية. بالتالي بالفعل هذا دليل على أن أمريكا لا تريد إنهاء إيران، وما يجري من عمليات الحوثيين هو خدم أمريكا، لأنه لولا الهجمات الحوثية لما شكل الأمريكان تحالف الاحتلال البحر الأحمر، وهو احتلال جديد. وبالتالي أيضا سر بقاء القوات الأمريكية أن هناك هجمات عليها من الإطار التنسيقي وهي لم تقتل جنديا، يعني 167 هجوم داخل الأراضي العراقية لم يجرح أو يقتل جنديا أمريكيا، سوى الهجمة التي كانت خارج الحدود العراقية وربما كانت هي بالخطأ ودفعوا ثمنها. لذلك حقيقة أقول أنه ما يجري الآن هو هناك تخادم وظيفي، وأمريكا مستفيدة من إيران، بدليل أن بعض الدول الخليجية تبحث عن حماية أمريكية، وربما قسم منها مجبرا ذهب للتطبيع مع الكيان الصهيوني وهما منه أنه يستطيع التصدي لإيران. ونحن أمام ثالوث في المنطقة يدمرها، هذا الثالوث اتفق على تدمير العراق وهو الثالوث الإيراني الأمريكي الصهيوني،
وهذا ما يجري الآن. يعني أمريكا تدعي أنها تريد إنزال مساعدات في غزة بينما غذائية، بينما هي تصدر أسلحة فتاكة ودقيقة وقنابل ذكية إلى الكيان الصهيوني ليقتل غزة، وتقول ضد انتهاك حقوق الإنسان. هذا يشبه بهذا، وبالتالي ما يجري حقيقة هو تخادم فعلي ووظيفي بين هؤلاء على تدمير المنطقة والعراق تحديدا. طيب أخيرا أستاذ عبد القادر نايل، كيف نفهم وظيفة حكومة السوداني في ظل المعطيات الحالية عندما تستهدف القوات الأمريكية وقتلت الجنود الأمريكيين في مأمن على الأراضي العراقية؟ هنا حكومة السوداني كيف يمكن لها أن تدير هذه الكفة، كفة النفوذ الإيراني وديمومته واستفادته اقتصاديا وكفة الإرضاء الأمريكي؟ أولا، حكومة السوداني هي حكومة الأجنحة الإيرانية المتطرفة، وبالتالي هي أولا تسير المصالح الإيرانية على حساب الجميع، على حساب الولايات المتحدة ثم على حساب العراقيين، وهذا هو ديدنها. ولذلك تعمل على حتى صناعة أزمات أو صناعة أشياء يمكن لها أن تؤدي إلى بسط سيطرة النفوذ الإيراني، ولذلك كل إعلامهم يوجه لصناعة الحدث. يعني اليوم احنا نتكلم، يعني بدقيقة خارج الموضوع أقول لك، نتكلم الآن عن انهيار أو جبن أو تراجع ما يسمى بمحور المقاومة والفصائل المرتبطة بإيران عن استهداف القوات الأمريكية. بالمقابل إعلامهم ضخم من قضية لا وجود له وهو كريم الأنبار، من أجل ترس ميليشيات وصحراء الأنبار بكوادر إيرانية هدفها هي احتلال الأنبار، لكن غطاؤها السياسي هو المحافظة على وحدة العراق. هذا هو وظيفة حكومة السوداني أو إعلامهم أو الإطار التنسيقي. أما أمريكا فهي تعمل على هذا التوازن لأنها تعلم تماما هي نتاج هذا الاتفاق. يعني هل أحد يعني يمكن أن لا يفكر بأنه لولا الموافقة الأمريكية والإيرانية لما وصل الإطار إلى الحكم وأجبر القدر على الانسحاب؟ لذلك حقيقة هي تعمل بتخادم هؤلاء وتنفذ أجنداتهم ومصالحهم داخل العراق، والمصالح التي تشتبك بالتأكيد حكومة السوداني ستذهب باتجاه الإيرانيين، بدليل إلى هذه اللحظة حكومة السوداني لم تعتقل يعني ميليشياويا أو فصائليا أو من الإطار التنسيقي سرق أو قتل أو هدد العراقيين، والقتلة الذين تم الكشف عنهم تم تهريبهم إلى إيران كقاتل الصحفي أحمد عبد الصمد في البصرة وغيرهم. هذا يؤكد تماما على أن حكومة السوداني ليست متماهية إنما داعمة وحقيقة توفر الغطاء لكل هؤلاء العاملين لصالح إيران في العراق. نعم أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.